بن سالم كارم، أخ الموقف بن سالم جمال، حيث مصالح الأمن كانت تحوس إلى آخر من سنة 2013، اللي كان يسرق باستعمال الأسلحة، ودخل الحبس فيما مضى، دخل الحبس في عمره 19 سنة، عقب 12 سنة في الحبس بشوية، ومن بعد موراها خرج واحد صاحبه وسمو الحاج علي عمر، ولانا سبنا زوج بختي، من ثماك بدات المشاكل، من سنة 2013 بدات المشاكل هذه. راح سرقوا الحضنة، زادوا تيدروا سرقوا واحد البيجوتري، وكان يقول لي هذاك عنده صاحبه هذا خالد بو خضرة، وواحد يسمو حمودة بن خضرة خالد، زيد 65 28 جونفي، ساكن بمزرعة سفراني محمد، بلدي تحت بويزي تيباسا، كنت بعد هجرة وتكفير الآخر مصطفى المدعو مصطفى، والاسم تاعو بن سالم جمال. هو اللي بعلي لي انا كابوس فيها تصب 5 ملايين و500 و10 كراتيش، وبعد حموده كي مثلي كابوس و10 كراتيش، عقيده الجماعه رجال التكفير شويه كفروا الناس وكفروا الدوله ويدوا الامه تاع الناس. خالد قرشي مقاول، نسيب خالد بن خضره المدعو من الشرقي، طلع وليدو عنده 11 سنة، وليدو دخل لي طقطق حليت المرة واشن، قال قولي لعمي خالد يحل الباب، عندي اري من هي الباب واحد اخر ديري بك شغل الغابة، كي حليت الباب يا خالد روح ادخل الصالون، عندي طابلة عند الصالون هاك متر قعدنا، قال لي نمسح 500 ولا 600 مليون، قلت له ما خلصناش، انا كنت خالص درهم في الكونت، كانت عندي بالك عندي 8 مليون هكذا كانت في الكونت، قلت له ما عنديش. بعد ما كنت هارب رحت لخالد، رحت لدار خالد قرشي، قلت له الدراهم تاعي شغل، هو شغل تقلق شغل كي خرج لي، قلت له ما عنديش رايح مول ليلي، قال لي واش خاصك؟ قلت له دراهمي، قال لي بدينا الفاتورة مازال ما وجدتوش، قال لي مازال ما خلصونيش، قلت له خلاص رحت وخليته، انا قلت له يكذب مدة حسبتها 500 مليون. انا بن توته محمد من مواليد 1984، ساكن مزرعة صفراني محمد بحطاطبة دائرة تقليعة ولاية تيبازا، المهنة تاعي بناء في بداية حياتي، تعرفت بخالد بن خضرة خالد اللي كان يخدم مقاول، وهو جاري ولا يستدرج فيا يحكي لي في أمور الدين، قال لي يا ودي الدين ماشي هكا، قال لي الدين الدولة هذه دولة ظالمة وقوانين هذو قوانين باطلة والديمقراطية ديمقراطية كفر، أبقى بي اللي بيجي أمور تاع الدين ولا لي عباد عندهم دين ولا ولي شي صوالح. تعرفت بهذا بن سالم جمال اللي مزور كواغط، انتي علاوية على كل حال، جاب بصفة اسمه مصطفى، أبقى بيناتنا اتصال، ولا عيط لي يجي ليا بشويه ولا يتبين، ولا يبين لي ولا يقول لي غنيمه وما يشبه وحلال السرقه ومحلل لي مال العام، بعد تخلي في سلاح وتخلي في على كل حال. خالد هو اللي ولا لي سلاح، قال لي ها هو سلاح خفيف ويتخبى، قلت انا نورمال شريت واحد من عنده، رحت لمصطفى قلت له يا ابني مصطفى انا ثندي واحد، وحنا انا وياه قلت له ثندي واحد، قال لي ايه ماشي مشكل، قال لي 5 ملايين شريت عليه واحد، وكان رفدت مع السلاح، ندمت اللي رفدت السلاح وندمت اللي انضميت ليه، خاصه لحياتي وكنت مورط ورطه كبيره.